اوكي في عندنا تو كونسبتس جديده مرتبطه بالهاي اللي اطلعنا احنا عليه لحد الان هو كان يوني بولر يوني فايلر مزبوط. هلا انا في عندي اذا بدي اعكس اتجاه البولز وفي كثير احيان مش دائما بس في كثير احيان بضطر اعكس اتجاه البولز لانه عندي بيرمننت ماجنت روتور الروتور بيرمننت ماجنت فمرات بدي احدد وين اتجاه الدوران بدي اياه مش انا اذا عندي تو ماجنتس بقدر احدد انهم يتجاذبوا او يتنافروا فمرات بضطر انه يكون عندي طريقه حتى اعكس اتجاه اتجاه الماجنتزم اللي موجود فيه وحتى اعكس اتجاهه والحركه او احدد اتجاه الحركه. انا لو عندي الان هون هاي بول ولو كان هذا الوايرنج تبعه يونيبولر معناها راح يكون عندي واحد من اطراف الكويلز مشبوك في الجراوند والثاني هو اللي بحط عليه مثلا بلس فولتس او بشيل البلس فولتس. هذا بنسميه يونيبولر لانه انا ما بقدر اعكسه وعاده راح يكون اتجاه الكويلز او كل اطراف الكويلز اللي موجوده هون وكلهم مشبوكين في بعض ومشبوكين بعدين راح اشبكهم على الجراوند بعدين راح اصير احط الفايف فولتس هذا يونيبولر. هلا انا ممكن كان اعمل هذول الكويلز اطلعهم واطلع اطرافهم يعني اطلع هذا الكويل اطلع هذا الكويل واطلع كل الاطراف الموجوده هون وتطلع معي الاطراف للخارج. صار هذا الكويل هلا بامكاني احط عليه بلس 5 فولتس وزيرو او احط عليه زيرو بلس 5 فولتس مش هيك؟ ممكن استعمل حتى اتش بريدج اذا بدك مش بدك تعكس الاتجاه ممكن تستعمل اتش بريدج تعكس الاتجاه. شو استفدت من هيك؟ مره ممكن امرر الكرنت بهذا الاتجاه فيكون عندي هذا نورث وممكن امرره بهذا الاتجاه شو يصير عندي هذا؟ ساوث. فممكن يكون عندي نورث اذا مررت الكرنت هيك وممكن يكون عندي ساوث اذا مررت الكرنت بهذا الاتجاه. هذا تحول الان ل باي بولر ولسه باي فايلر لانه انا ما حطيت. شو في طريقه ثانيه ممكن اعكس كنت اتجاه اتجاه انه اخليه هو يوني بولر واحط تو كويلز على نفس فماشي اجيب كويل هيك بهذا الشكل هيك وهذا مشبوك بالجراوند هاي طرف وبعدين اجي على نفس البول خليني اوسع البول اكبره ما بلف الكويل هيك هلا بلفه بهذا الاتجاه فبكون عندي فصار اذا حطيت بلس 5 فولت هون وين بصير اتجاه الماجنتيك هيك بصير هذا نورث وهذا ساوث واذا مررت ال 5 فولت حطيتهم اذا حطيت بلس 5 فولت هون كيف راح يصير الاتجاه هيك ايش راح يعطيني هون؟ فصلت الجراوند لا انت حاط نورث فصلت الغلط صح؟ هذا مضبوط هذا فصار اذا حطيت 5 فولت هون راح يعطيني اذا شغلت هذا الكويل راح يعطيني هيك فلكس واذا شغلت هذا الكويل راح يعطيني فلكس بهذه الطريقه. هدول اذا هم طريقتين يعني يا اما بستخدم باي فايلر يوني بولر يا بستخدم يوني باي بولر يوني فايلر. ولما تروح على الداتا شيت تبعت المحركات راح اعطيك سبيد توركرز مختلفه احيانا حسب اذا بكون باي فايلر او عفوا لمحركات مختلفه اذا قارنتها راح الاقي في اختلافات بين الباي فايلر واليوني بولر. شوفوا احد الاشياء الاختلافات المهمه لو انا بدي اعكس التيار بهذا ايش اللي بياخرني بعكس التيار؟ شو اللي بياثر علي بعكس التيار؟ هذا عباره عن ايش؟ كويل اللي هو ايش يعني الكتريكلي اندكتر. الاندكتر في عندي راح يكون في دعبه ما اطفي وارد اعكس الاتجاه وتذكروا انه هذول الكويلز هذا الكويل مثلا راح يكون مشبوك على دايود يعني الدايود ممكن احطه عبر الترانزستور وممكن احطه عبر خلينا احطه عبر الكويل انا بفضل احطه عبر الكويل. طلعوا هلا على هاي الدائره عندي انا 5 فولتس هون طبعا هذا له ريزيستنس احنا مهملين الريزيستنس بس هو له ريزيستنس مش هيك؟ لازم يكون له ريزيستنس. سكرت الترانزستور من هون ايش عمل الكرنت؟ مشي على ال ار مش هيك؟ التايم كونستنت تبعه ايش؟ ال على ار مزبوط؟ لحد ما وصل قيمه معينه الكرنت وصار في كرنت ماشي هون وتخزن مجال مغناطيسي فيه مزبوط؟ وطاقه فيه انرجي، قديش قيمه الانرجي اللي فيه مخزنت؟ هاف ال اي سكوير. رحت فتحت هذا من هون هلا ايش بده يصير؟ هذا بده يقاوم دي اي على دي تي ما راح يخلي دي اي على دي تي تكون زيرو فدي اي فاي قيمته قبل ما يسكر قبل ما يفتح السويتش وبعد ما فتح السويتش شو لازم يكون؟ نفسه ماشي واضح ليش؟ كل فاهم ليش؟ زي ما الفولتج على الكاباستر ما بصير يتغير قبل تحريك السويتش وبعده. اذا الكرنت اللي كان موجود هون
لما فتحت السويتش راح يضل نفسه، بده يحافظ على الطاقه اللي مخزنه فيه، في جولز، في كميه من جولز مخزنه فيه. وين بدها تروح الان هاي الطاقه؟ لاحظوا هذا راح يتحول الان لفولتج سورس، هو نفسه راح يتحول لفولتج سورس، مزبوط، وراح امشيها فيه دايد راح ما تعمل ديكي. هذا باخذ وقت، بدي اسمح لهذا الوقت يمر عشان يعمل الديكي تبعه. والديكي عايش راح يعتمد اذا هذا اي ال اذا فانكشن اوف تي عند الفتح النقطه هاي راح يعمل هيك. هلا انا اذا بدي اعكس ال على ار، تمام، التايم كونستنت تبع هذا من هون ال على ار، اذا انا بدي اعكس التيار في هذا شو اذا بدي اضطر اعمل؟ بدي اضطر اول شيء استنى الكرنت لحد ما ينزل لزيرو وبعدين بدي اعكس، مش هيك؟ ففي هذا راح يعطيني ديلي، راح يعمل ديلي من هون. هون لا، لاني لما بطفي واحد من الكولز بامكاني اطفي الكول وابدا اخلي الكرنت يبدا يزيد في الكول الثاني، فهذا بعطيني لحد ما سرعه اكثر. بس بالحالتين مين اللي بتاخر لحد ما يتمغنط؟ ثاني هاي لانه في كولز اكثر. لا يعني قصدي بالحالتين عندك اي شيء، اي شيء بتحاول انت تمغنطه راح ياخذ وقت حتى يتمغنط، مش هذا بده يصير، مش هذا سوفت اين؟ لما تحط عليه هون بده يبدا الدايبولز تبعونه يتوجهوا باتجاه او يعكسوا الاتجاه تبعهم. الدايبولز كانهم بوصلات صغيره موجوده في الماده، اي ماده فيروماغنتيك كانه في دايبولز، دايبولز هاي الدومينز راح تحاول توجه نفسها باتجاه. اذا واضح الفرق ما بين الباي بولر يونيفايلر والباي فايلر يونيبولر، والسبب اني بدي اعكس انا الاتجاه، وعاده بحتاج اعكس الاتجاه لانه عندي بيرمننت ماجنت في بعض، مش دائما يعني حسب الديزاين تبع الموتور، بس حسب بعض الديزاينز بدي اضطر اغير البولاريتي او اغير البولاريتي تبعت البول اللي موجود هون بحيث اني اجذب القطعه، خصوصا في الحالات اللي مش واضح فيها وين بده يروح القطعه راح تروح. اخر شيء الان راح نتطلع